قلت لهم ما قلت عن قوافل الغبار، فاتهموا عينيك يا زرقاء بالبوار. قلت لهم ما قلت عن مسيرة الأشجار، فاستضحكوا من وهمك الثرثار. وحين فوجئوا بحد السيف قايضوا بنا والتمسوا النجاة والفرار. في قديم الزمان وفي إحدى قرى مدينة نجد، رزقت عائلة بفتاة فائقة الجمال ذات عينان زرقاوتان. كانت شديدة العناية بنفسها وخاصة بعينيها، إذ تعودت منذ أن أصبحت شابة على تكحيل عينيها بحجر الأثمد لتقوية بصرها وتجميل عينيها. لاحظت الفتاة شيئاً مختلفاً في حدة بصرها، فهي على خلاف الجميع تستطيع رؤية ما يعجز عنه أصحاب النظر العادي، فكانت ترى الشعرة البيضاء في كوب اللبن وتبصر الراكب من مسافة 3 أيام. حظيت هذه المرأة بمكانة هامة في قبيلتها، فأصبحوا يعتمدون عليها كلما أحسوا بخوف من هجوم العدو، فتكشف لهم حقيقة ذلك أو زيفها، وتحدد لهم المسافة التي تفصلهم عنهم وفي أي وقت يصلون. ذاع صيتها في المدن والقبائل المجاورة، فكشفت نقطة قوة مدينة جديس. خططت إحدى القبائل للهجوم على مدينة هذه الشابة، لكن أحد الشبان كان قد سمع عنها وعن قدرتها العجيبة عن رؤية الأشياء البعيدة، فخطرت بباله حيلة يستطيعون من خلالها التسلل والهجوم دون أن ينتبه لهم أي أحد، فأمر الجند بقطع بعض الأشجار وحملها والسير وراءها حتى يعتقد الناظر أنها مجرد أشجار. بدأ الجند بتنفيذ مهمتهم وبدأوا يقتربون، فلاحظت الشابة ذلك ولم تنطلي عليها الحيلة، فهرولت مسرعة لإخبار كبار الجند. نظروا فلم يروا شيئاً سوى بعض الأشجار التي تحركها الرياح يمنة ويسرى. تمسكت الفتاة برأيها، لكنهم سخروا منها ونعتوها بالجنون. أحست بخيبة أمل قاتلة وازداد خوفها من الخطر الذي يحدق بهم. في مساء اليوم التالي، وبينما كان أهل القرية منشغلين كل في عمله، هجم عليهم الجند فقاتلوهم وسفكوا دماءهم، ولم تبق إلا زرقاء اليمامة التي لم يهدأ لهم بال حتى قتلوها واقتلعوا عينيها. ظلت قصة زرقاء اليمامة متداولة في التراث العربي، وأصبحت رمزاً من الرموز التي يعتمدها الشعراء خاصة في غرض الغزل. وقيل في حادثة قومها: ونحن جرح القلب جرح الروح والفم، لم يبق إلا الموت والحطام والدمار، وصبية مشردون يعبرون آخر الأنهار، ونسوة يسقن في سلاسل الأسر وفي ثياب العار مطأطئات الرأس، لا يملكن إلا الصرخات التاعسة.